نخش بقى على الاكزامبل التاني. ده بيت انا كنت عامله برضو من فتره، نسمع منه حته كده. حتى من كورس طبعا. نشوف بقى البيت ده اتعمل ازاي. نمسك بس احنا مهتمين دلوقتي بالدرومز، نشوف في كيك هنا، كيك تانية، عندي كيك يعني ستايلستك يعني عشان تليق على الموضوع. ستورت طبعا تحسها فيها نوتة كده. زي ما قلت لكم ان انت البيت الاساسي بتاعك اللي هو العظم نفسه الفاونديشن، هو طبعا صوته كده مش كامل يعني، تحس ان صوت البيت ناقص طبعا هاي هات مش عارف ايه الكلام كله اللي هو ده اوريدي اتعمل برضو. لو انت شلت كل حاجه تانية واكتفيت بالبيت ده المفروض يطلع صوته حلو برضو. هو ده الفكره، لو انت بنيت على فاونديشن وحش مهما حطيت بعد كده مش الموضوع مش هيطلع حلو يعني. فينا واحده كمان برضه سنير كمان، في كلاب، وهنا كلابس هنا يعني طبعا لقيت برضه هي نفس الكلاب ولا لا. ثانيه نشوف كده، لا دي كلاب تانية، فهي كلاب تانية زي ما انتم شايفين، هي مش كوانتايزد برضه 100% بس الباترن ثابته يعني. حتى عدم الكوانتايز ده يعني هو معمول بباترن مفهوم برضو يعني، هو سجلت مثلا اربع برات والاربع برات بيتكرروا. طبعا الفيلوستي سنه بتاعتهم بتختلف عشان تقلد صوت الدايناميكس تبعها بتاعت اي حاجه يعني، عشان احس ان دي واحده سقفه بجد يعني. نيجي بقى للحته بتاعت الايه اللوبس اللي هي مخليه الموضوع ليه طعم عن كده. لوب بيركشن صوتها حلو على بعضها كده تمام. ودي اصوات يعني درامز، هي طبعا صوتها اضعف من درامز الحقيقه بس ده الهدف، الهدف ان هي تبقى حاجه مكمله بس. وشويه ترانزيشنز وبعد كده في مع الكلابس اللي عاملها والهاتس. دول اللي زادوا يعني كدرامز يعني، غير طبعا الترانزيشنز دي. لو ده حطينا بقى ايه الشغل بتاعنا اللي هو الفاونديشن، بس فعمل لنا بيت صوته كبير وقوي وبيرقص وكده. بس الموضوع بسيط جدا، بس هي المفروض تعرف ازاي بقى تجرب مع نفسك الموضوع ده. تجرب ان انت تجيب لوبس تقعد تقطعها عشوائي، تقعد تجرب اي حاجه لحد لما هتوصل لحاجه في الاخر، هتوصل لصوت حلو في الاخر. جمع على هنا على جمع من حاجات من هنا. طبعا هنشرح برضو ازاي لو في مثلا افكتات معينه. انا بحب دايما اجيب الصوت يبقى as close as possible للصوت النهائي اللي انا عايز اعمله، ما اعتمدش كتير على البلجنز يعني. يمكن هنا مثلا بيركشن او اللوب دي انا شلت منها البيز عشان مش بيس كتير يعني، بس حاجة بسيطة. بس زي ما انتوا شايفين البيت كله معلوش اي ميكس خالص، وده الميكس النهائي يعني. الاغنية بتعمل لها ماسترينج بس الليمتر اتحط على الـ 808 وده طبيعي يعني. موضوع اولموست مفهوش بلجنز نهائي يعني.
فهو حاول تجيب الصوت من الاول صح، ولو احتجت ان انت تغير الصوت يعني لو الصوت عاجبك قوي وفي بس حته رينج معين مش عاجبك او عايز تحط عليه ريفيرب، عايز تحط عليه ديستورشن كومبريسور وات ايفر، اه ممكن تعمل كده طبعا. بس يعني حاول الاول طالما عندك اكسس على اصوات كتير حاول انت تجيب الصوت من الاول يبقى كويس يعني. بس ودي كانت الحلقه بتاعت النهارده، اشوفكم بقى الحلقه الجايه ان شاء الله.